حبائي حابه افرجيكم اليوم على طريقتي انا بتزين الفراز بهالشكل كانه ورده جوريه على وش الجاتو او الكيك او بصحن الفواكه مثل ما انتم بتحبوا باستخدام بس سكينه سكينه منشار طريقه كتير بسيطه وشكلها بيطلع كتير حلو اول شيء بدي اتخلص من هذا الجزء بقصه بس بالراحه عقولت اهلنا بمصر كتير عمهلي بقصه وبثبتها هون على ارضيه الصحن مثل ما شايفين بس عميت مهلي بدي بمسكها وبقصها بهالشكل ما بنزل فيها على الاخر لا قبل الاخير بشي نص سنتي بتركها وما بشد لهي الجهه ما بخلي الورقه تنكسر برجع بمسكها بايدي هيدي اللي قصيتها بزيحها شوي هيك على جنب عمهلي مهلي بجرب قد ما فيني ما اجرح اللي عملتها قبل برجع ببرمها على مهلي طريقتها كتير سهلة وانا بحاجة إلا بس لسكين مثل ما شفتوا بس بدها انتباه بدكن تقصوها عميت مهلكن بتعرفوا الفريز طري خاصة إذا هيك أحمر ومستوي بيعذبكن شوي هلا شو بعمل هون بالنص بدي جرب فرغها كيف لما بتنقروا كوسا بهالشكل هيدا عميت مهلي، حأترك الفيديو هو يحكي عن حاله، شايفين كيف طلعت؟ برجع بحطها محل ما كانت، هول الأوراق يلي فتحناهم، برجع بعمل جزء تاني هون، وبعمل جهدي ما أجرح يلي قصيتهم بالأول. بقطعهم بهالطريقة جرب قد ما فيني اعملها شكل الوردة الجورية بس تخلصوا شكلها كتير بيطلع حلو عوش وش الجاتو او على طبق سلطة فواكه كتير بيطلع شكلها هيك ظريف وملفت للنظر صراحة هلا بعد ما قطعتها شفتوا كتير سهلة بجرب افتح الورق بهالطريقة هاي شايفين كيف بالراحة عمهلة بفتحهم بخليها تاخد شكل الوردة الجورية شفتوا ما أحلىها طلعت على شكل الوردة الجورية كتير حلوة مثل ما شايفين احبائي فيديو بسيط ما فيه تكليف ابدا حبيت فرجيكم كيف فيكم تزينوا بطريقه جدا راقيه وجدا ملفتة للنظر باستخدام سكينه مين ما عنده ببيته سكيني. سكينه سكينه منشار شفتوا كيف طلع شكله كانه ورده كتير شكله حلو بنهاية هالفيديو بتمنى يكون نال إعجابكم إذا عجبكم ما تنسوا تعملوا لي لايك وإذا عبالكم فرجيكم بقية الفويكة أنا كيف بزينها مثل البردقان والتفاح بقية الفويكة ما عندي مشكلة أنا عندي استعداد أني صور لكم وفرجيكم طريقتي بالتزيين وباي بشوفكم بفيديو جاي